يا سيدي واحدة بروش معاها، عايز ايه بس يا اشرف؟ بتروش معاها لغاية فين؟ طب اسمها ايه؟ اسمها داليا، داليا داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟ دبوس؟ انت اكيد تعرفها على فكرة. اه دي صاحبة ريهام مراتك. بقولك يا مجدي ما تصيعش، على فكرة انا يعني علاقتي بيها مجرد كلام كده وبس، وهي اللي رمت نفسها عليا. لا يا شيخ، عليا انا الشويتين دول. شفت عامل ازاي؟ ايه؟ شفت شعرها وعينيها والدب فيها رصاصة ولبقها وشفايفها وسطها والرجلين بقى تحت العن زي دبوس الفرخة. اديني موبايلها والنبي يا اشرف، اديني موبايلها. موبايلها ايه؟ مش حد، مش بكلم حد ولا ده البواب، ده صف البواب. اديني موبايلها عشان خاطر. يا لا انا اللي محتاجها، انا اللي محتاجها. انا عايز واحده تلبس لي قميص نوم، مش بدله كاراتيه وحزام اسود. والله الحقيقه كلنا محتاجين كده. لا لا بس برضو برضو يا اشرف برضو ما ينفعش، انت صاحبي وريم صاحبتي. انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه. يا نهار اسود، شمت؟ اه، وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي. ايوه يا بابا، ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي، ها؟ اه مع المديرين الكبار بتوعي، ها؟ اعدي اجيب الشغاله وانا جاي؟ حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول؟ حاضر يا بابا. واجيب بيض؟ لا طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. اه ايه تاني يا بابا؟ حبيبي الدب ده يجيب كلاب النادي. ازيك يا ممدوح؟ ممدوح مين؟ ممدوح فرج طبعا. انت ناقص لك بس تقولي هاي. انت نمي نفسك احسن لك. بقول لك ايه، انا جاي اقول لك ان اشرف جوزك متلصم وعلى اخره، لمي الدور يا ريهام عشان جوزك ما يطيرش منك. انت بتدافع عنه ولا عن الست دبوس هانم؟ وانا اعرف دبوس هانم دي منين اصلا عشان ادافع عنها؟ انا عمري ما شفتها اساسا. وبعدين والله العظيم هو حلف لي 100 يمين النهارده انه هو ما اعرف هي اللي بتلاقي حاجتها عليه. طب وقرصه الرقبه يا ستي؟ ده كان سؤال بريء منه. بريء برضه؟ آه. دنيق، ارتحتي؟ انا نفسي افهم، بس عايز اعرف حاجه واحده، فين ريهام صاحبتنا الرقيقه اللطيفه الجميله؟ بتعملي ايه؟ لا مش دي، فين فساتينك؟ شحتيها؟ وبعدين كاراتيه ايه اللي بتلعبيه ده يا ريهام؟ ما خلاص بقى، ما تلعبي اي حاجه تانية، ما تلعبي كونكت فور ولا سودوكو ولا اي حاجه من الحاجات دي. بس سيبك مني انا دلوقتي. نامي. هاي، انت تعرفيها؟ اه صاحبتي من زمان، وعلى فكره سالت عليك قبل كده كذا مره، معجبه بيك. هو مش مرتبط على فكره؟ لا والله. يا عبيط، امال انا جايباك ليه؟ عشان كده. ايوه. تعالي. إيه؟ دي طويلة. اه هاي يا ريد، تعرفها فعلا؟ مجدي. هاي. اهلا. هاي ناني. اهلا وسهلا. إيه، انتوا ممكن تروحوا تستنوني في الكافيتيريا تشربوا حاجة لحد ما اغير هدومي واجي لكم. ما تجيش. اوكي اوكي، ما تاخريش. اتفضلي. باي. بنت ريهام انت اجدع واحدة من صاحباتي. جاي، اتفضلي اتفضلي. ايه ده يا بنت؟ اقعدي بقى في الكلب ده. انت ممكن تقولي ناني على الله؟ ما قلتش. ما قلتش ايه؟ يا ناني. اه هقول هقول. حاضر حاضر، اول ما تيجي فرصه هقول على طول. عارف؟ ما قلتش. عارف هقول والله العظيم ومصحف شيف هقول، بس هجمعهم كلهم مع بعض واقولهم. عارف ويا ناني وكله. حاضر. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. حقيقي؟ يا لا، انت وفرتي عليا كلام كتير وتفكير كنت عمال افكره من الصبح. طب كويس. بص، مين دول؟ بابا وماما. ما شاء الله طايقتي قوي، ربنا يخليهم لك. ماتوا، ربنا يرحمهم، في حادثة طيارة. يا ساتر. بس سبحان الله، برضو انا يعني بابايا ومامتي ماتوا في حادثة برضو، بس في حادثة عربية. بابايا كان رسام كاريكاتير ومامتي فنانة تشكيلية، ف يعني وخالك برضو اللي رباكي؟ لا انا ما تربيتش.
انت انا ايه عايزاني اربيكي؟ تعرف ان انا لسه جايه من عند دكتور. دكتور نفساني يا ايه يا نين؟ ايه راح ايه يا نين؟ في ايه؟ انت مين اللي قالك؟ هو فعلا؟ ده انا كنت بهزر. نفس ما بقتش بترحم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله حاجة تعرف خلاص يعني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه دي ايه؟ خد صدر يا اخي خد. حاضر حاضر خد. حاضر خلاص خدت واحدة خدت واحدة. ايه دي يا نيني؟ فين الولاعة؟ انا اسف انا اسف. ايه دي كريان؟ ايه دي يا نيني؟ ايه دي ايه دي ايه دي ابوس ايه؟ انا اسف انا ما انا ما وانا يا نهار اسود. الحمد لله انك ولعتيها قبل ما تقع. طب الحمد لله. ايه دي ايه دي؟ لا 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 لا. ايه دي؟ انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف. بس اطمن انا كأنثى معليش اي تلافات. جاهزه للتزاوج والتخصيب. تخصيب؟ انا من ناحيه الرحم. رحم؟ تمام تمام تمام. وانت؟ لا انا ما عنديش رحم يعني انا مش تمام بصراحه. انت مش ملاحظه انك انت بتنطي مراحل لسه بدري عليها شويه في اول قعده؟ يعني انا بحب البوس قوي. بتحبي ايه؟ البوس قوي. البو يعني سمعتها صح. انت بتنطي فعلا. اه بصي البوس يعني تخصيب ومن ناحيه والتزاوج وانسه ناني. اعذريني انا انا يا لهوي ده الساعه لازم امشي معلش انا اسف بعد اذنك. طب ولو قلت لك اني عندي اربع حسنات في ظهري؟ هيبقوا خمسه لو سبتيني امشي. اوعدهم ده. لا 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 يا ريهام. لا 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 يا ريهام. اوعى تقولي امك انت ريح يا ريهام. ايه ده يا بوندو انت؟ انا مش تفتح بجيب الكوره يا خير تخين. اي هجوم. انا بائس انا حزين انا متضايق مش عارف اعمل ايه. جننتني جننتني جننتني. انا خايف اسمع كلام غادة ما تطلعش بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي. اكيد مش هتطلع بنفس حكمة وبعد نظر امي وخالتي. ايوه كده. سامي انت ايه؟ حرام عليك يا اخي حرام عليك. انت خلقتها وخنقت نفسك يا سامي يا حبيبي. طول ما امك وخالتك بيتدخلوا في حياتك كده حياتك هتخرب. طب اسمع كلام امي بس. هو امك يا سامي كمان؟ الله امك ولدتك خلاص يا حبيبي. انت عايز منها ايه تاني؟ غاده هي الوحيده اللي مستحمله الايكو بتاعك ده. ما تطفشهاش بقى. وفين غاده دلوقتي؟ فين غاده دلوقتي؟ ماشي. فين غاده دلوقتي؟ بس بقى بس 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 يا سامي على طول محسسني ان انا قاعد كده مع اتنين تلاته. طب بقول لك ايه؟ انا هتكل دلوقتي عشان محتاج اني اقعد لوحدي شويه. احسن برضه. وانا كمان. بقول لك ايه؟ انت لازم تقلل السكريات بقى والملح اللي انت بتاكلهم دول. انت ضغطك عالي عالي عالي. خلاص بقى عليته زياده خلاص. شكلك مش عايز تقبض الشهر ده. انا ماشي. لا يا خالو انا جاي اهو جاي اهو يا خالو. وحشتني يا عجل. وانت كمان يا فرس النهر. طب انا مش فاهم الباب ده. انت مش عايز توسع امه ليه؟ بس عشان ده مش جاكيت. ايدك يا سامي ايدك يا سامي. اتفضل يا عمو. مين سامي ده؟ انت مين ده؟ عمو مين؟ متقلقش ده واحد صاحبي واحد صاحبي. بعد اذنكم بقى انا مضطر استاذن. سلام 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 يا سامي. سلام سلام سلام. ايه العيش ده؟ انا معدي على الفرن لقيته بيفحفح فقلت اجيب لك 30 رغيف تعضهم. شكرا. خد بقى ايه؟ فلوس الشهرين. الشهر المتاخر والشهر اللي احنا فيه ده. يشوفك يا خالو يقول يعني جايب لي اراد مزارع دينا. ده يلا شجرتين كاكا يعني دول مش نافعينك؟ لا نافعني نافعني خلاص بقى يا خالو خلاص بقى نافعني. انما ايه الشياكه اللي انت فيها دي؟ ابدا. اصل رايح حفل التقبيل بتاع زميلي عبد العزيز. كتبت فيه قصيده عايز اسمعها لك. مش معقول يا خالو انت من ساعه ما طلعت على المعاش وانت ما راكش غير حفلات التقبيل دي. يعني يرضيك يا ابني ما اقولش كلمتين حلوين في زمان عمري بعد العشره دي كلها. لا يا سيدي اتفضل سمعنا يا خالو. عبد العزيز صديقي العزيز كأن افتقدت طاجن لذيذ. طاجن في حزنك مملح في فرحك كريز. هتحلي كمان. هتفرج يا جردل يا شبشب يا صندل.
ساندر ده الاستاذ عبد العزيز؟ مع حضرتك طبعا. يا خلو ما هو انا اللي مضايقني، تخيل صحابي قعدوني مع واحده خلل وكمان عايزين يجوزوها لي. هو انا واقع الدرجات يا خلو؟ ايوه واقع ولازم تخس. شوف مين اللي بيتكلم. بص من الاخر، الستات يخلفوا ويضربوا فانشروا لكن ما همهمش غير الراجل السنباتيه، ما بصوش على اي جوانب حلوه تانيه في الراجل. انا نفسي في واحده يا خلو، واحده بس تشوف فيا اي جوانب غير الجوانب دي. خلو انا جوعت قوي. انت اتعشيت طبعا؟ ها اتعشيت، بس ممكن يعني انا معاك يعني. هنحتاج نجيب عيش تاني بقى ولا ايه؟ خالي انت قلت انك اتعشيت، ما تدوس في السندوتشات جامد. انا بعض على خفيف يعني. ماشي كان على خفيف اوكي. بص يا سيدي الصور. بص بابا وماما رفيعين قلمين رصاص بيصوروا في الصوره، يبقى انا بقى طلعت من قالك كده لمين؟ اكيد ليك. لا يا حبيبي، انت الفتره اللي جيت قعدت معايا فيها جيت قلين دي تنكر؟ يعني انا قاعد في بيت بيبقى فيه سبق ورواق باللحمه المفرومه الساعه 2 بالليل، عايزني اطلع مين يعني؟ تامر هجرس؟ والله انت عندي احلى من تامر هجرس. بص يا خالو. ايوه بص الصوره دي. ايوه ده حماده السفروت. ايوه اسمه اصلا حماده الاسيوطي بس احنا كنا مسمينه حماده السفروت، ياما ضربناه على قفاه واحنا صغيرين في المدرسه، بقى رجل اعمال دلوقتي. ايه لما دي عيد ميلاد ده ولا ايه؟ ده عيد ميلاد دينا واحنا صغيرين، كانت هي في ابتدائي وانا في الاعدادي. صدق خالو. دينا دي الوحيده اللي حبتني وكانت هرياني جوابات عاطفيه. انت ما حكيتيش على حاجه زي دي قبل كده خالص. يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي. انا يا خالو نوني خرايا احسن اللانش لزق في بقي جامد قوي. ليك حق، ده كمان الجبنه الرومي حاجه صعبه. شكرا. تصدق بقى يا خالو ان انا لسه محتفظ بالجوابات بتاع الدينا دي لحد النهارده؟ ايام يا واد يا الشاعر. عموما انت لسه العمر قدامك، هتحب وتتحب. المهم نقول لي فرد الجبنه الرومي ده. وانت ايه ما جاش وقتك يعني ولا ايه؟ يا راجل يا طحش انت. جه وقتي. امال ايه اللي حصل؟ بس انا زي ما تقول تقلت عليهم. ده واضح انك تقلت قوي يا خالو. بس مش عايزك تقدر تغطي اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكله؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. انا مضطر اقوم عشان التأبين. انا مالك يا خالد؟ كان بودي اوصلك. لا خلاص. بالك وانت ماشي يا خالد. حاضر حبيبي، حاضر جنب باصي المدرسة وانا برميلك الجوابات. مش هنساك ابدا، وانت كمان ما تنسانيش. صاحبتك دينا. مش هنساكي. لو انت دينا بكر الزهيري، هاي دينا. أنا مجدي مكاوي زميلك في المدرسة. لا ردي أنا مش فاضي. هما 3 دقايق لو ما ردتيش مشوار.
تخين يا ساتر يا ساتر تخين 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 برضو ما رديتش بس عربة يا رجل اقف على جنب يا اساسين. ايوه يا بابا الشغال حاولت تنتحر ولسه عايشه. يخرب بيت الشغاله اللي كان هناك دي. ربنا كبير. يا ماجز مستعجل على ايه؟ راح ابعت لي صورتك بسرعه هموت واشوف شكلك. اولها كده ابعتي انت صورتك. لا يا عم انا بطلع في الصور زباله. ابعت انت. ومين سمعك؟ انا كمان بطلع ازبل منك. ها 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 بلاش صور. ابعت لي رقمك. رقمي كده على طول كده 010 انتر. ايه ما اتكلمتش ليه؟ ما اتكلمتش ليه؟ هي من اولها هتتقل كده. ايه ده نظام ده على الفيسبوك جديد ولا ايه؟ فيسبوك ليه يا عم؟ تشوفني اهبل يعني ولا تافه؟ ليك في حالك بس. قولي بقى عشان عايزه اتخيلك شكلك عامل ازاي. بص يا ستي انا يعني شعري مش ناعم ومش خشن اوكي، وبعدين لا انا ابيضاني ولا اسمراني، يعني ممكن ابقى وردي شويه. اما بالنسبه للطول بقى انا لا طويل ولا انا قصير. وجسمك عامل ازاي؟ وعينيا سودا. لا بقولك وجسمك. واحيانا ما بسمعش كويس كده يعني. انت عارف انا متخيلك كده شبه مين تقريبا؟ تخيلي انت احسن يا دينا. على حسب ما انا فاكراك كده وانت صغير كان جسمك يدي على احمد عز. احمد رزق؟ لا احمد رزق ايه، احمد عز يعني، بس انا على مقسم شويه. شكلك ايه يا دينا؟ يا ترى شكلك ايه؟ يا ترى شكلك ايه؟ وصلنا. برج الله. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا معلمه. الديناصورات وصلت. اهلا اهلا من بعواد. اجري يا خلي من المطبخ بسرعه خليه يزود. من عينيا يا معلمه. اجري بسرعه اجيب طعمين كمان. خليهم اربعه نشرح. هوا عندك اربعه حلواني. والله يا خالي ما عندكش فكره دينا دي طلعت لذيذه قد ايه. عايز اعرف البنت دي شكلها ايه. هي ابني انها بتطلع في الصور زباله يا رب تزق. بس ادعي معايا كده يا رب تطلع مكعبله يا رب يا خالي يا رب. بعدين خالي انا موضوع الشكل ده ما يفرقش بالنسبه لي خالص. نفسي هموت واتحب يا خالي. انا اعرف ان الواحد يقول نفسي احب مش نفسي اتحب. انا دي حصلت كتير قوي. ايه الخلو ده؟
انت خلصت الكبده كلها يا ابني؟ هات له كبده. خلصت يا باشا. ما خدتش كبده. انا ما خدتش كبده. ايوه اربع كلمات. تاني واحده. تالت واحده. تالت واحده. فيهم الف ولام؟ في ان من في حاجه اسمها ان. ايه يا عم؟ اه معلش مش هتكلم. مش هتكلم. ماشي. ست موزة. موزة. ليلة القبض على خالتي. تاني خالتك؟ ايوه يا بابا. انا في ميتنج دلوقتي يا بابا. نص لسه هجوز. ايه؟ اروح اعزي كل الشغاله يعني بيتخانقوا في السنبلاوين يا بابا؟ كيف انت هتخلص زوجة بيتك؟ هو ده الكلام. قصدك ايه؟ حاضر يا بابا. انت بتضحك على ايه؟ على فكره احنا لسه فيها. انت ممكن بقى تفضى بقى لمامتك وخالتك. ايه يا جماعه؟ الله على طول كده. ده فيلم يعني؟ هتخانقوا عشان فيلم؟ هاي جايز واتس اب. يوقفكم يا جماعه. يا مش محتاجين نتعرف. وهل يخفق قمر؟ طبعا حسن. ده ما ورايش سيره غير حسن. جه حسن. ازيك يا حسن؟ حسن. حسن ايه؟ ميكس يو مين مدحت؟ مش ده حسن بتاع الفيسبوك؟ نو ذس از مدحت بتاع تويتر. انت مش قلت لي انك فاضيه؟ يس هاني يا حسن. ده لسه خيال اون فيسبوك. انسحاب يا كوتش. كده ايه ميكس؟ انت ما قلتليش اعمل ايه. حرام عليك بقى. مش تظبطي معايا قبل ما تجيب حد؟ مدحت ويت. مدب مدب مدام. اخرس اخرس بقى. لو كانت قالت لي كنت ظبطت الدنيا. عايز اسمكم مجدي. عندي ليك مفاجاه فظيعه. انا جايه مصر. بتهزري؟ والله جايه كمان يومين. ولازم انت تبقى اول حاجه اشوفها لما اجي. اول حاجه؟ اول حاجه مش تاني حاجه او تالت حاجه؟ ايوه طبعا اول حاجه. يانا يانا يا تعبني يانا تعبني يا من بيسيب الباب كده. يا مجدي. ايه ده؟ خالي؟ مجدي ما تظلمنيش يا خالي. ولابس كرسي؟ اصل خلو النهارده انا لابس كرسي علشان يعني كنت عايز ابان ارفع شويه. اصل يا خالي النهارده دينا جايه من السفر، فانت كنت عايز يعني ابان. انت فاهم بقى يا خالي الحاجات دي. بلاش كلام فارغ. اللي تحبك تحبك علشان جوهرك، عشان مضمونك. مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. بس خلاص 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 عشان عارف الكلمه الجايه هتبقى ايه. اقلع اقلع. حاضر اهو. على فكره انت لا ناقص ايد ولا رجل، ولو بصيت حواليك هتلاقي عبقرك كتير تخان. امثال صلاح جاهين وانا وكامل الشناوي وغيرنا وغيرنا. طيب بقولك ايه، تفتكر يا خالو يعني المره دي في امل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. الله، امال عمال تقول لي صلاح جاهين وكامل وانا، امال ايه ده كل الكلام اللي انت قلته ده؟ يلا بس عشان هتجيب لي ديسك. ايه ده؟ بس والله يا خالو عارف انا حاسس في امل، حاسس بخير كده يعني. اصل يعني برضه تقدر تقول لي اشمعنى يعني بعد ما اتكلمنا في التليفون وكده فجأة قررت تغير وتيجي تعمل الماجستير في مصر؟ تمحيك قوي يعني. طيب عين فيها كده. انت حبيتها ولا؟ قوي يا خير. اسمع بقى حتة التأبين دي. تأبين؟ تأبين ايه يا خلف الجو الرومانسي اللي احنا فيه ده؟ يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، انا متعكنن، انا متحصر، جاي بعزي بنتك ساميه يا احسن واحده بتعمل باميه. مين في المكتب مش متاثر؟ حتى المج بتاعك اتكسر. يا مدام كوثر، يا مدام كوثر، ده التأبين بتاعها. الله يرحم الله يرحم. طب يا خالو انا لازم امشي بقى عشان الحق الطياره، انا اتاخرت قوي. طيب ما نطفش لنا 20 بيضه كده. لا 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 بقول لك متاخر، مش هينفع يا خالو. عموما انا هطفش 20 بيضه. ماشي ماشي. انا نفسي اومليت ولا عيون؟ لا هعملهم عيون. طب خليهم 40 وحط لنا بلوبيف. اكل وانزل بقى، مطار بعيد برضه. اه
ابو نواف اجى؟ اجى؟ اه. ابو نواف مين؟ جاي من دبي. اه انت مستنيه حد جاي من دبي؟ يعني عموما هي طياره دبي وصلت خلاص. اجى يعني ابو نواف؟ ما اعرفش والله اجى ولا ما جاش. هو يعني زمانه خارج من هنا. من هنا؟ اه هيخرج من هنا. تلاقيش مجدي. يا رب انا قلت مكعبيله. اه بس مش للدرجه دي. تمام الحمد لله كويس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا ما كنتش اتخيل ان انت تاخده خاوي بالشكل ده. بصراحة ولا انا كمان كنت متخيل انك اوزعة كده يا دينا. ايه ده دينا مين؟ انا مش دينا خالص. اصل دينا شنطها اتأخرت وقالت لي اطمنك عليها عشان تعرفها هي لابسة فستان موف مليان ورد كتير كده يا مجدي. الحمد لله. يلا باي باي بقى. خدي تعالي هنا. هاي اوزعة انت. امال انت مين؟ انا رهوب اللي كنت قاعدة جنبها في الطيارة وحكيت لي عنك يا مجدي. وانا يا مجدي. فستان موف وورد. هي دي دينا؟ يا رب هو كده مفيش وسط. ابو نواف ظهرك والنبي. ها هاتلي حاجة بس. امال مجدي فين؟ دينا صح؟ اه دينا. مجدي فين؟ مجدي حصل له ظرف كده. حصل له حاجه؟ لا بعد الشر. هو كويس بس يعني اضطر يسافر على فجأة. سافر؟ اه جات له حاجه على غفله فسافر على فجأة. على فجأة. يوه. ايه اطمني. هو قال لي اخدك من هنا اوديك لحد البيت. بس كان نفسي اشوفه. بجد؟ انت مين؟ انا مش مجدي. ما انا عارفه اسمك ايه يعني. عادي. بس هكلم مجدي بقى عشان افهم فيه ايه دلوقتي. هكلمه دلوقتي؟ ايوه حالا. ايوه. لا ثانيه اروح الحمام بس. وانا مالي انا؟ ايوه بس ثانيه. انا هتكلم. انا مالي. طيب ثانيه واحده اروح اتكلم دلوقتي. ابو نواف اجل. ابو نواف مين؟ مش دي طياره دبي؟ من فضلك انا بجد مشكلتي اكبر بكتير من ابو ايه. ابو ايه؟ حاضر. الو. ايه مجدي؟ معلش غصب عني والله. جات لي سفريه مفاجاه كده تبع الشغل. طياره الدوحه. اخر نداء لطياره الدوحه. ها؟ لا مفيش. هو يعني طياره الدوحه يومين. اخر نداء لطياره الدوحه. ها؟ اخر نداء لطياره الدوحه. ها يا دينا. ها كنت بتقول يا عم هو طالع الدوحه؟ يا عم انا مش عارف. قوم انا. ايه الصوت ده؟ هو انت في المطار؟ الدوحه. ايوه انا في المطار اهو. الدوحه. ايوه بخدم الباسبورات. الدوحه. بخدم الباسبورات وداخل على الطياره. طب بقول لك ايه؟ سلام دلوقتي. سلام يا اخي. الدوحه. وانا لو هروح الدوحه هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الدوحه.